وصلنا هذا السؤال أيضا فضيلة الشيخ. يقول الشيخ صالح: هل يجوز توكيل شخص يحج الفريضة عني لعجز الشديد عن المشي؟ لازم أطوف وأسعى بعربية ومعي شخص آخر، هل يجوز هذا الحج؟ حج الفريضة لا بد أن تحج ولو محمولا، لا بد أن تحج ولو محمولا، إنما الذي يوكل الذي لا يستطيع الحج لا محمولا ولا ماشيا لمرض مزمن أو لكبر، هذا هو الذي يوكل. أما الإنسان الذي يستطيع أن يحج ولو محمولا يجب عليه حج الفريضة. نعم.